بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف ننشئ تيم داخل المجموعة. في البداية تعال نتعرف على فكرة التيم. الفكرة بكل بساطة، أنا بكون ناشئ مشاريع داخل الجروب، وبدي أوزع الأشخاص داخل الجروب على أكثر من تيم. معنى كلامي، مثلا بروجكت 3 بدي يشتغل عليه مثلا 4 أشخاص من داخل المجموعة. عشان تفهم الفكرة بشكل واضح تعال نطبق. هننتقل لقائمة التيم، بعد هيك بنعمل نيو تيم. أول إشي حيطلب منك ادخل اسم الفريق، مثلا راح نكتب هون مثلا تيم 1 كمثال. ديسكريبشن، وصف عن التيم، شو راح يسوي هذا التيم. بعدين التيم فيزيبيليتي، يعني رؤية التيم. ريكومندد، يعني موصبة انه يكون فيزيبل. الفكرة من الفيزيبل، أي حدا داخل المجموعة بيقدر يشوف هذا التيم. أما السكرت لا، بتقول لك هو عبارة عن تيم سري ما بيقدر حدا يشوفه إلا الأعضاء اللي داخل الفريق، أما الأعضاء داخل المجموعة ما بيقدر يشوفوا التيم هاب اللي هو بيكون مخفي. ريكومندد المفضل دائما عند الجيت هاب إنك تخليه فيزيبل، إنه كل الموجودين داخل المجموعة بيقدر يشوفوا التيم الانترناشونال، وهيك كرييت تيم. وهيك بيكون إحنا أنشأنا التيم. خلينا نشوف الأشياء الموجودة عندي إياها في اليسار. أول إشي عندي إياها هي صورة التيم. بقدر أغير صورة التيم من عند السيتنج. إحنا شرحناها كثير داخل الدورة، كيف تعمل أبديت في الجيت هاب، وكمان عندك هون اسم التيم ممكن تغيره، وكمان تعمل ديسكريبشن، وفي عندنا ديليت تيم. هنشرح فكرة الديليت تيم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ممكن كمان تغير الفيزيبيليتي، فيزيبل أو سيكريت. هنرجع على تيم 1، وكمان تقدر من هون نضيف أكثر من شخص داخل هذا التيم، أو تروح على قائمة الممبر وتعمل Add Member وتدور على الشخص اللي بدك إياه. على سبيل المثال بدي أدور أنا على مي، السيد جاب لي إياها أول واحدة. ليش أعمل لي إياها Recommended؟ لأنها داخل المجموعة. وهي Invite. أكيد انتبهت على شغلة، إنه ما بعث لها Invite، مباشرة أضافها داخل الثيم. طيب ليش؟ لأنه مي السيد موجودة داخل المجموعة. لو رجعنا على Project 1 فراح تلاقي انه مي السيد موجوده داخل المجموعه، فلما انا انشات تيم فمي تلقائيا انضافت على هذا التيم، ما بعث لها انفايت. لكن اذا بدك تضيف شخص مش موجود داخل المجموعه راح يبعث له انفايت، راح يوصل له عن طريق الايميل. اكيد هسه راح تحكي لي هسه هذا الفريق على ايش راح يشتغل، على اي مشروع. بتروح هسه مباشره على الروبستوري، هون بتعمل اد روبستوري. ركز معي، انت بتضيف المشاريع اللي تم انشائها داخل المجموعه. احنا انشانا مشروع اسمه بروجكت 3، هي جاب لي اياه بسرعه، وهي اد ريبستوري تو تيم، وهي تم اضافه هذا المشروع للاشخاص الموجودين عندي داخل هذا الثيم. هون اعطاني بعض الرول، شو حكالي؟ الديفولت ريد، يعني اي واحد داخل التيم راح يكون عنده اكسس ريد. ايش يعني ريد؟ بقول لك تقدر تقرا المشروع وتعمل له كلون على جهازك، وكمان تعمل كومنت، وكمان تعمل issues، وتعمل and pull request. pull request هي الميرج، علمتك إياها في الجيت هاب في المحاضرات السابقة. لما كنا نعمل ميرج بين البرانشات هاي بسموها pull request، وحنشرحها بشكل مفصل في المحاضرة القادمة لما نحكي عن الفورك. بعد هيك عندنا الرول اسمها الترياش. شو بتحكي لك هون؟ انت ممكن تعمل read and clone، كمان تقدر تعمل مانج للإشيوز، يعني بيقدر يعمل إدارة للإشيوز وكمان للبول ريكوست. رايت، بيقدر يعمل ريد كلون ويعمل بوش، وهي الرول غير محبذة إذا أنت حاب تعمل مانجمنت للتيم، يعني ما حدا يرفع إشي إلا موافقتك. من تيم هون حيظهر عنده إعدادات السيتنج الخاصة في التيم. الأدمن، وهي الرول فقط بتكون مع الأدمن وبتقدر تعطيها لأي شخص، لكن أنا دائما بفضل تكون مع شخص واحد لأنه بيقدر يتحكم في كل التيم، يمسح التيم، يمسح المشاريع، يمسح كل شيء. فدائما لا، خلي يكون في عندي آدمن واحد عشان تكون المسؤولية على شخص واحد مش على أكثر من شخص. فالأفضل إنه نخليها ريد، ريد مناسب. وهي كانت فكرة التيم. فكرة التيم بكل بساطة إني أنا بنشئ فريق داخل المجموعة، والهدف إنه ينجز مشروع معين. فأنا قاعد بقسم شغلي بشكل مرتب وواضح لكل الشركة أو لكل الفريق اللي داخل المجموعة
أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.